السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي بناتي طلاب الصف الثالث الابتدائي بالمملكة العربية السعودية، أهلا بيكم مع درس جديد من دروس مادة العلوم. النهاردة هنوصف الطقس حبايبي، النهاردة هنوصف الطقس، هنتعرف على إزاي نوصف الطقس. نبدأ الأول بدرجة الحرارة. درجة الحرارة هي أحد العناصر التي يمكن استخدامها لوصف حالة الطقس، يعني لما تيجي توصف الطقس ممكن تقول لي درجة الحرارة، ويمكن وصف حالة الطقس اعتمادا على عناصر أخرى غير درجة الحرارة اللي هي مثلا الهطول، حاجة اسمها الرياح، حاجة اسمها الضغط الجوي. لما حد فيهم بيحصل له تغيير كمان حالة الطقس بتتغير زيه. طيب ايه هو الهطول ده؟ الهطول هو الماء المتساقط من الغلاف الجوي على الارض. ممكن يبقى شكله عامل ايه؟ زي المطر، الدنيا تشتي، يبقى ده هطول. ممكن ينزل ثلج، التلج ينزل من السماء، يبقى هطول. ممكن يبقى على هيئة برد، كرات ثلجية قاسية وجامدة. وطبعا حالة الطقس بتتغير بتغير شكل الهطول وكميته. طيب ايه هي الرياح؟ الرياح هي الهواء المتحرك الذي احس بدفعه ليا احيانا، وانا ماشي كده في الشارع والجو هوا جامد، ممكن الاقي الهوا بيزقني، الهوا ده اسمه ايه؟ الرياح. عندنا بقى ادوات لقياس ادوات الطقس، حاجة الطقس كلها. لو عايزين نقيس المطر اللي نازل من السماء دوت، بستخدم جهاز مقياس المطر بيقيس مقدار الهطول. بستخدم جهاز اسمه السهم الدوار علشان يعرفني اتجاه الرياح. بستخدم جهاز اسمه الانيمومتر علشان اعرف سرعة الرياح. بستخدم جهاز اسمه البارومتر علشان نقيس بيه الضغط الجوي. طيب شباب، ناس كتير بتسأل ايه هو الضغط الجوي يا مستر؟ ايه يا استاذنا الضغط الجوي ده؟ بقول لهم الضغط الجوي هو عبارة عن وزن الهواء اللي فوقينا، وزن الهواء اللي بيضغط على الاشياء، وده بيغير من حالة الطقس. طيب ازاي انا اتوقع حالة الطقس بقى؟ نعرفها منين؟ العلماء بيستخدموا ادوات خاصة جدا لجمع بيانات الطقس، منها حاجة اسمها البالونات. يجيبوا بالونة كبيرة ويحطوا فيها أجهزة، الأجهزة دي تجمع بيانات من الغلاف الجوي. كمان الأقمار الاصطناعية، والأقمار الصناعية ديت بتعرف لنا حالة الطقس من فوق سطح الأرض، يعني من فوق خالص تعرف لنا كده حالة ايه؟ الطقس. وطبعا بنحتاج عشان نعرف الاحوال الجوية، وبنعرف الاحوال الجوية ليه بقى؟ ما حد يقول لك انا عايز اعرف الجو حر ولا شتا ليه؟ علشان لو كان الجو شتا نلبس ملابس تقيلة. المزارعون ايضا اللي هم بيزرعوا عايزين يعرفوا معاد الحصاد ومعاد الزراعة، طبعا حالة الطقس بتهمهم. طب لو احنا راكبين طيارة بقى ومسافرين من بلد لبلد، طبعا الطيار عايز يطير الطيارة بتاعته بأمان ويحافظ على أرواح الركاب، فبيحتاج انه يعرف الأحوال الجوية. وبكده حبايبي نكون خلصنا حلقتنا التانية في الدرس الأول اللي هو بيتكلم عن حالة الطقس. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.